ربنا يخليك يا طنط، والله ما كان لي لازمه كل التعب ده. ما كفايه انت تعبت معانا يوم الدفنه. اه جدا. دينا لو سمحتي. ايوه. هو جاب لك حاجه؟ اه هو هو ايه اللي هناك ده؟ بتنجين. ممكن انا ما خدتش بالي، هي مش دي التيشيرت اللي انا جبتها لمجدي؟ صح مش كده؟ اه. وانا عمال اقول واقول واقول فعلا انا شكيت والله، عشان لسه ماسكه من هنا شويه. مش مشكله هبقى اغسلها واديها له. ميرسي ميرسي. الله ده بتنجان مخلل، كان ما كنتش شايفه من عندي كده، افتكرته بلح. بس عارفه يا طنط، عارفه يا طنط، واضح ان انت نسيتي تفرمي التومه كويس. والله بس معلش معلش. اه والمكرونه البشاميل دي كمان مالها اخرى؟ ليه بيحطي بالطين على الوش؟ مش بيضه واحده؟ ليه حاطه بيضه؟ ايه ايه مش عاجبك؟ لا لا بس كانت هتبقى احلى بالبيضتين. اه عشان كده اكلت نصها بس. معلش عملته بالهنا والشفا. الله يهنيك. اه ورق العنب، عايز ورق عنب اجيب لك؟ لا لا ده انا هقول على عيب فيه برضه. اسمع يا ابني، انا قايمه اصلي المغرب، لحسن بالشكل ده هتفوتني. ايه هي زعلت ولا ايه؟ خلص المسلسل. هاتي هاتي الدالي، هاتي الدالي على ابو ظبي. الدالي؟ اه سعد الدالي انت تعرفوش؟ انا سعد الدالي، انت مين؟ تعرفوش؟ معقوله؟ هتقولها هتقولها تشوف. ولا اقول لك استنى، هاتلها هاتلها مسلسل فيفي، مسلسل فيفي بتاع كيداهم، هتلاقيه على 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 نايلدروم. ولا استني، لا استني يا طنط، اتفرجي على مسلسل ماجد المصري على نايل كوميدي. هاتي نايل كوميدي، هاتي ماجد المصري. ايه ده؟ انت هتخلص على مسلسلات مصر كلها؟ حلو قوي السنه دي. دينا دينا هو هيفضل قاعد لحد امتى؟ الفجر قرب يبدا. عن اذنك يا عادل. انت من هنا قاعد بقى كده عندك؟ معلش عشان ما تقطعيش بس. طب بسرعه بسرعه، ما تخسريش عشان ال منور منور. ربنا يخليك يا طنط، ربنا يخليك. احضر سحور؟ ربنا يخليك، مش عايزين نتعبك. ولا ممكن يا طنط ممكن شويه محشي من اللي كانوا على الفطار دول، لاني بصراحه عديت عليه بسرعه كده ما لحقتش ايه استطعمه. اهو حتى بالمره اقول لك ناقصه ايه وكده. اسمع يا جدع انت، انا طبيخي كل الناس بتحكي وتتحكى بيه، ها يقولوا يا سلام على طبيخك يا حاجه، يا سلام على نفسك في الاكل يا حاجه، ما حدش فيهم يقدر يقول لي نص كلمه، فاهم؟ انت زعلتي ولا انت زعلت ولا ايه يا طنط؟ وانت مالك انت؟ انا بس كنت عايز افيدك. Is when I look into your eyes, I sense something so sincere in your disguise. You whisper secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your daddy's mom. باجي معاكي دروس الرقص اهو، ده غير ان انا بعلمك كمان فرنسي. قولي لي بقى اعمل ايه في موضوع دينا ده؟ بص الخطوه اللي جايه هتفتح لك ابواب كتير قوي، ان انتوا الاثنين يبقى في بينكم حاجات مشتركه. اعرفها منين الحاجات المشتركه دي؟ اعرفها منين؟ اه طب مش خرجت معاها كذا مره؟ اكيد فهمت دماغها يعني. يا ستي هي ايه ما بتسمعني؟ هي ما بتتكلم عن الزفت مجدي. مين ده اصلا؟ انا انا انت نسيتي ولا ايه؟ تشيرز. اوكي طب اقول لك على حاجه؟ انت ممكن تلاقي معلومات عنها كتير قوي في الاكونت بتاعها في الفيسبوك. يا بنتي ليه؟ صح بس تصدقي تصدقي يا بنتي يا مي، انت فعلا فعلا بقى عندك خبره رهيبه في النت من كتر ما اتعلقتي. اتعلقت؟ اه شكرا شكرا شكرا. بيدو ايه؟ بيدو ايه؟ بيدو جاي؟ بيدو جاي؟ بيدو مين؟ بيدو بيدو جاي؟ بجد بيدو جاي؟ هو بيدو. بيدو مين؟ يلا امسك دي، صاحبي من على الفيسبوك. اه اوهايو زيو يا يا دوكا 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 دوكا. يا بنت الايه ده انت صايعه الصياعه؟ جايبايا تاني عشان ما اعرفش تاريخك القذر؟ تاريخك القذر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خد تعالى شنو شنو من وين هذا؟ خد يا ورع. خد ده من زياد. بدران 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 ده انت ضايعه. هي دي؟ اه يا خالو هي دي. اه كان عندها عشان ابويا صغيره. مش راجل تخيل واقف جنبها ده.
اكتب يا خالد اكتب اكتب يا يعني اكتب الحكمه المفضله اللي هي بتحبها. الحكمه المفضله الخالدين من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قله العمل به. يا سيدي يا سيدي خش بقى خش 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 على الاكلات المفضله اللي هي بتحبها. يلا يلا بص يا سيدي بتحب ايه؟ ايوه بتحب تاكل حنيزه ومفش والجريش والعصيده واللحم المقلقل. تاكل حشرات دي ولا ايه؟ حشرات ايه يا راجل انت بتضايقنا ليه؟ ده انت جريت ريقنا على اللحم المقلقل ده. بتشتغلني صح؟ ده اللحم المقلقل ده في المنطقة العربية والخليج نار. اسمح بس بس شوية بس ابص انا اسف يعني. اركن اركن وتعالى يا حسين بسرعة. عادل؟ مين؟ مين؟ انا دينا. ايه ده دينا؟ ايه ده؟ ازيك يا عادل عامل ايه؟ ازيك يا دينا؟ ايه الصدفة اللي مش مقصودة دي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بتعملي ايه هنا؟ انا بعمل ماجستير. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بقى متعود اجي هنا. انا على طول هنا بقى شو موعدين اصحابي وكده. بليز قول لابن عمك ان انا زعلانة منه جدا. ازاي ما كلمنيش كل ده؟ هو مجدي كده. هو مجدي طول عمره كده مش مستقر وما بيردش المكالمات وفي كل بلد شويه. طبعا اذنك يا عادل انا اتاخرت عن المحاضره بتاعتي. باي باي. طبعا طبعا انت عارفه يعني قليل من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قله العمل به. ايه ده؟ ايه ايه قلتها غلط؟ دي الحكمه المفضله عندي. لا حقيقي والله واضح ان بيننا حاجات مشتركه كتير. تقريبا. طيب بقول لك ايه، ايه رايك بعد ما تخلصي المحاضره والجامعه نخرج ناكل او حاجه؟ اوكي ما عنديش مشكله اخلص واكلمك على طول. اوكي عادل معلش انا عندي سؤال. سوري معلش. لا ازاي اتفضلي. هو انت موقف الياقه كده ليه؟ بس انا بقالها كتير قاعده فقلت اما اوقفها شويه. معلش سوري اتاخرت عن حضرتك. وحشه ولا ايه؟ ناكل سوا. نروح فين نروح فين؟ ساقيه لا سمك لا لا ايوه. الو مطعم انشراح؟ ايوه انشراح انا مجدي. بقول لك ايه ركزي معايا لو سمحتي. يا اهلا يا اهلا يا عادل بيه. هجسلك ترابيزتك يا عادل بيه. هما بيعملوا كده ليه؟ اوفر صح؟ شكرا يا شافعي شكرا شكرا. بصي الترابيزه دي بقى على طول بيحجزوها لي. دي ترابيزتي تيجي نقعد عليها يلا؟ لا نقعد هنا. هنا؟ اوكي ماشي. يلا اتفضل 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 اهلا وسهلا اتفضل. ازيك يا شافعي؟ ازيك يا باشا؟ قول لي يا سيدي بقى اخبار اللحم المقلقل ايه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي هات لنا يا سيدي منه. وعايزين كمان كنت هنسى هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل بيه. طيب هات لنا بقى شويه مجلجل على شويه حنيز وشويه رز كده وفخيصنا. تمام. شافعي مش كده؟ ما تنساش الصلاه طاط. امين. معقوله انت على الجو بسرعه. انت عارف يا عادل دي اول مره اقابل حد في مصر بياكل لحمه مجلجل وحنيز. وانا كمان اول مره اخد بالي يعني او افتكر ان انت ممكن تكوني بتاكلي الاكل ده برضه. يظهر فعلا ان في بيننا حاجات كتير مشتركه. ايوه يا عادل بيه. ايوه يا سيدي اتفضل. شكرا. امرني بحاجه ثانيه يا عادل بيه. خلاص شكرا شاف شكرا. اوكي رهيب رهيب رهيب. ممكن تديني حنيزايه بقى؟ عايزه حنيزايه؟ مني انا؟ طبعا حنيزايه حنيزايه ديك حنيزايه مزايا واحده. افتكرت معلش معلش خديها انت اصل افتكرت في مهم قوي لازم اعملها. طيب سوري مش مهم التليفون دلوقتي. مش هاكل بايدي يعني مفيش مشكله. ايش حياتك؟ بس بس غريب غريبه قوي برضو ان انت يعني بتاكل كل الكميات دي وما تتخنيش. لا اصل انا فظيعه عندي هسس. اول ما بحس ان وزني ابتدى يزيد بلحق نفسي على طول. عشان كده اصل انا بتخن بالريحه. قيمتي ضعيفه بس واضح انها غدد حاجه. بس انا عندي حاجه مختلفه عنك شويه. ايه؟ اسمها اراده. سمعت عنها قبل كده؟ لا الحقيقه. دي زي اراده اعمال او كده؟ ايه؟ ايه؟ هزار كده وهزار. قلشت منك شويه دي عادي. واضح ان قريبك دمه اخف مني. قريبي مين؟ مجدي.
مجدي بيموتني بالضحك. انت مش فاهم مجدي بيعمل فيا ايه، حتى في الشاتنج ضحك 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 طول الوقت. في الشاتنج برضو دمه خفيف قوي والله بجد. مجدي دمه خفيف، مجدي دمه لطيف، مجدي مش عارف زفت ايه. مش كفايه انها بتاكل حنيز ومستحملها؟ يا حرام. شفتي يا جماعه، يا جماعه ايه الحل؟ ازاي واحده تكره واحد هي معجبه بيه؟ دي ما شافتوش ولا مره، وانا شافتني كذا مره، مفيش مره كلمه حلوه. ما تردوا، ما ترد يا ام العريف. بص، هما حالتين، ان انت تبقى احسن منه وان انت تصدمها فيه، ولا ايه؟ مظبوط. مجدي انا زعلانه منك قوي، ما كنتش اتخيل انك تعاملني المعامله دي. المعامله الصعبه. المعامله الصعبه؟ يعني من العمله الصعبه وكده، دي واضحه جدا. ايه النفخ ده؟ ده اساس انها بالونه. لا 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 لا، كده اوفر قوي. انت شارب حاجه يا مجدي؟ شارب ولحية. على فكره الهزار ده رخم وغلس كمان. طب بقول لك ايه يا دينا، بما انه يعني هزار رخم وغلس وكده، انا حاسس ان انت من ساعه ما جيتي وانت فاضيه، وشايف برضو ان عادل فاضي، ما تقعدوا تكلموا بعض بما ان انتوا الاثنين فاضيين. دينا معلش، انا بجد مشغول ومش فاضي قوي يعني للتفاهه دي خالص، معلش اعذريني. طب باي باي بقى لحسن. بصي مشغول مشغول مشغول، باي باي دينا، باي باي. الو. يا دينا. ايوه يا عادل، من فضلك قول لابن عمك ان انا مش عايز اعرفه تاني. ليه ليه؟ خير؟ حصل ايه؟ ليه؟ انا مش مصدقه نفسي، ده كانه بني ادم تاني. طيب اهدي 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 شويه، اهدي شويه، انا هكلمه لك. حاضر. خلاص انا هسامحه المره دي عشان خاطرك انت بس. معلش يا دينا، اصل هو كوكايين بيطلب قله ادب. الايه؟ كوكايين؟ انت عرفت منين؟ إيه؟ مش انت لسه بتقول؟ ده انا اللي قلت دلوقتي. دينا ارجوكي ارجوكي اوعي تقولي له، الحسن ده عصبي جدا عشان خاطري. ها، ولا اقول لك قولي له؟ على فكره انا ما بخافش، قولي له يستاهل. هنعمل ايه؟ لا تقول لي ولا اقول له. انا اصلا مش عايز اعرفه تاني. اقفل اقفل دلوقتي، مش قادر اخد نفسي. الكوكايين ايه؟ ايه الحظ ده؟ الطموح، كل بنت نفسها تحس ان اللي بتحبه عنده مستقبل، انسان بيفكر لبكره، بيحاول يطور نفسه عشان يوصل لحاجه.